لماذا يرمي الحجاج 3 جمرات ويبالغون أحياناً؟ ما أصل الطواف والسعي؟ إذن دعونا نتعرف معاً عن أصل مناسك الحج. أولاً، السعي بين الصفا والمروة. ترك سيدنا إبراهيم زوجته هاجر عليه السلام وابنهما الرضيع إسماعيل عليه السلام في صحراء قاحلة، ورحل بأمر من الله تعالى. بقيت سيدتنا هاجر تذهب وتجيء بين الصفا والمروة 7 مرات بحثاً عن الماء لابنها الرضيع الذي عطش جداً، فجاءها جبريل عليه السلام وضرب برجله على الأرض قرب الرضيع، فانبثق ماء زمزم وصار يتدفق، وصارت هاجر تحبسه وتقول زم زم، ومن هنا سمي بزمزم، وصار السعي بين الصفا والمروة أحد مناسك الحج. ثانياً، الطواف. الطواف بالبيت هو أمر إلهي، فقد قال الله لإبراهيم: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. ثالثاً، الرمل. وقيل أنه حينما أتى رسول الله وأصحابه لأداء العمرة، قال المشركون: انظروا إليهم فقد مرضوا بحمى يثرب، فأراد رسول الله أن يريهم بأن صحابته أقوياء وبصحة وعافية، فأمرهم بالاضطباع والإسراع في الأشواط 3 من طواف القدوم لكي يرى المشركون مدى قوتهم وصحتهم، وهكذا صارت سنة للرجال من دون النساء. رابعاً، رمي الجمرات. يقال بأن الشيطان تمثل في صورة رجل ولحق بإبراهيم عليه السلام وهو ذاهب لذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، فقال: أين تريد؟ والله لأظن أن الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك بذبح ابنك. فعرفه إبراهيم فقال: ابتعد عني عدو الله، فوالله لأمضين لأمر ربي. فلم يذهب الملعون، فرماه إبراهيم 7 حصيات عند جمرة العقبة حتى ذهب. من هنا بدأ رمي الجمرات التي هي حصيات. خامساً، الأضحية، وهي الفداء العظيم الذي فدى الله به إسماعيل كبشاً أبيض بقرون. قام إبراهيم بذبحه بدل ابنه بعد استسلامهما لأمر الله وإكرام الله لهم. ماذا عن عرفة؟ ما أصلها؟ أخبرونا في التعليقات.